حصلت ليش الحمد. قرار حجابك كان برؤية من مين؟ مني منك أنت مني شخصيا مني مني هل قابلتي أحد الدعاء تكلمك فيه؟ لا 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 خالص خالص بعض أنا الناس قابلت الشيخ الشعراوي أنا قابلته بعد كده قابلتيه بعد كده بعد ما كدا. بكتير وقعدت آه معاه آه. كان إيه أول ما قالهولك؟ قال لي تعالي يا زينب مش أنت زينب والعرش قلت له آه قال لي بس أنت بقى سيب العرش ده أنت راح للعرش الكبير قوي فخليكي آه. بحجابك معنى